مشاهدينا، كنيسة وستمنستر تستقبل المصلين والمشاركين في تتويج الملك، حيث توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا اليوم في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاما. طبعا هيتم تتويج تشارلز وزوجته كاميلا في كنيسة وستمنستر في لندن في عرض مبهر وطقوس بيعود تاريخها إلى حوالي 1000 سنة. طبعا تولى تشارلز العرش خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وسيصبح في سن 74 كأكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 سنة عندما يجلس على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن 14 في كنيسة وستمنستر في لندن.